السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد من دروس التربية الدينية. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث في الدرس الأول وعنوانه سنابل الخير، وهو الدرس الأول في الوحدة الأولى التي عنوانها الله واسع عليم. طيب، درسنا اليوم وعنوانه سنابل الخير يتحدث عن قيم مهمة يجب أن نكون متسمين ومنتصفين بها. يبدأ درسنا أبناء الطلاب بحوار يدور بين عبد الله وبين أبيه عبد الرحمن، وهما عند حقل القمح الخاص بهما. وقف عبد الله مع أبيه عبد الرحمن عند طرف الحقل. كانت سنابل القمح الذهبية تميل مع نسمات الهواء. قال عبد الله: ما شاء الله يا أبي، القمح جميل وكثير والمحصول يبشر بالخير. فقال الأب: الحمد لله، هذه نتيجة جهدنا أو جهدنا وإخلاصنا في عملنا يا ولدي، كما أنه ثمرة إنفاقنا في سبيل الله وعطفنا على الفقراء والمحتاجين، والله يزيد ويضاعف للمحسنين والمتصدقين. وبعد ذلك يستمر الحوار بينهم. ثم أوضح الله طبعا في هذا الدرس، سنجد آيات من سورة البقرة تتحدث عن أجر الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله عز وجل. والله عز وجل في هذه الآيات كما سنرى يشبههم بحبة القمح التي نغرسها في الأرض فتخرج لنا العيدان والسنابل التي تحمل حبوب القمح. طبعا إذا قمنا نحن بزراعة القمح فنحن أولا سنغرس حبة القمح في التربة ثم سنرعاها، ومع مرور الوقت هذه الحبة ماذا تخرج لنا؟ طبعا نحن غرسنا حبة واحدة ستخرج لنا عودا قويا، ومن هذا العود تخرج منه عيدان صغيرة رفيعة، فروع. تلك الفروع فيها حبوب أو سنابل، وفي كل سنبلة توجد حبات أخرى للقمح. إذن حبة واحدة أخرجت لنا الكثير من الحبات، وإذن تضاعف المحصول ويتضاعف الأجر. كذلك الأمر مع المنفقين أموالهم في طاعة الله وفي سبيل الله، هم ينفقون شيئا والله تعالى يبارك لهم فيه بركة عظيمة. طيب، هنا لدينا سؤال، وهو متى يتقبل الله الصدقة ويضاعف ثوابها؟ طبعا يتقبل الله الصدقة من العبد أو من الإنسان عندما يكون مخلصا فيها لله، يعني يخرجها لله عز وجل. ولكن طبعا هناك شروط وقد وردت في الدرس. أول هذه الشروط أن يكون الإنفاق لوجه الله لا للفخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما يخرج الإنسان أو ينفق الإنسان في سبيل الله يجب أن يكون مخلصا لله لا للفخر، يعني لا تأتي أمام الناس وتنفق في سبيل الله حتى يراك الناس وأنت تنفق فتفتخر بذلك، هذا غير مقبول عند الله أصلا، هذا اسمه رياء. فإذا لا نريد الفخر، وإنما يجب أن يكون الإنفاق لوجه الله. طيب، الشرط الثاني عدم المن على من يعطيه أو من يعطيه، وعدم إيذائه بقول أو فعل ولا نعيره. ما معنى هذا الكلام؟ يحتاج إلى توضيح. أولا عدم المن على من يعطيه. المن هو أن تشعر الشخص الذي تعطيه أن لك عليه فضل وأنك أفضل منه لأنك أنت الذي أعطيته وهو أدنى منك وأقل منك. هذا الإحساس أو هذا الأسلوب مكروه وهذا مرفوض عند الله، وهذا لابد أن نبتعد عنه، وهي صفة قبيحة ذميمة. فإذا عدم المن على من نعطيه لا نفتخر عليه. طيب، الأمر الثاني عدم إيذائه بقول أو فعل، يعني بعض الناس يعطي بعض الناس في سبيل الله ولكنه بعد وقت قد يؤذيه بالقول، يقول له كلاما قبيحا أو كلاما يجرح مشاعره
أو كلاما شديدا أو يفضحه أمام الناس. طبعا هذا إيذاء بالقول، وهو ليس من شروط الصدقة أو الإنفاق في سبيل الله. الإيذاء بالفعل أيضا أن الإنسان قد يؤذي إنسانا بالفعل، تمام، وهذا أيضا أمر مرفوض. طيب ولا نعيره، طبعا لا نعيره يعني لا نقول له أنا أفضل منك، أنا أحسن منك، أنا أعطيتك، أنا أغنى منك، أنت أفقر مني. هذا الكلام الذي يجرح مشاعره ولا يسبب له الضيق، وفيه استكبار واستعلاء، هذا يبغضه الله ولا يكرهه، فلنبتعد عنه. إذن هذه هي الشروط. السؤال الثاني، بماذا وعد الله المتصدقين؟ طبعا وعد الله المتصدقين في سبيله بالثواب العظيم والمغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة، لهم أجر عظيم ولهم مغفرة لذنوبهم. والثواب عرفناه طبعا، شبهه الله لنا بحبة القمح التي نغرسها. طيب هناك جزء آخر، وهو أن ننتبه إلى الأمور التي تزيل أجر الصدقة. ما معنى هذا العنوان؟ معناه ما الأشياء أو الأقوال التي لو عملناها تضيع أجر الصدقة فلا نأخذها ويجب أن نبتعد عنها. واحد، أن نعيره بها بعد ذلك، كما قلنا قبل قليل يجب ألا نعير الذي نعطيه المال أو النفقة أو الصدقة، لا نفتخر عليه، لا نستعلي عليه، لا نستكبر عليه. طيب الأمر الثاني، أن نؤذيه بالقول أو الفعل. طبعا الإيذاء بالقول أو الفعل يضيع أجر الصدقة ويزيلها، فيجب أن نبتعد عن هذه الأشياء. إذا نستنتج من ذلك أن الكلمة الطيبة نرد بها السائل، مثل اللهم يسر له، اللهم بارك له، اللهم ارزقه، كل هذه الكلمات الطيبة خير وأفضل وأحسن وأعظم عند الله من صدقة نعطيها للشخص ثم نعيره بها بعد ذلك أو نؤذيه بالقول أو بالفعل، فهذا أمر غير مقبول. يعني أن تقول الإنسان كلمة طيبة أفضل من أن تعطيه بسبيل الله ثم تفتخر عليه أو تعيره أو تؤذيه بالقول أو الفعل. طيب هناك ورد في درسنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. معنى هذا الحديث أن الإنسان المسلم، أي إنسان مسلم، يقوم يثبت، يغرس يعني يثبت غرسا، أي شيء نقوم بتثبيته من النبات والزروع وما إلى ذلك. أي إنسان مسلم يثبت في الأرض حبة أو نباتا أو زرعا يزرعه، ثم يأتي بعد ذلك طائر يطير أو إنسان عابر للطريق أو بهيمة، أي نوع من أنواع الحيوانات يأكل من هذه الشجرة أو ذلك الغرس، إلا فإن ذلك الإنسان الذي كان سببا في غرس هذه الزرعة أو النبات له صدقة عند الله وله أجر عظيم لا يعلمه إلا الله والله الكافرون. إذن أبناء الطاعة، نستنتج من ذلك أن الإسلام دين سمح يراعي مشاعر الفقير ويكافر المتصدق عليها، وبذلك أبنائي نكون قد انتهينا من توضيح معاني ودلالات وفكر هذا الدرس، وهو درسنا الأول وعنوانه سنابل الخير. وفي الختام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.